عايزين نخلص النهاردة. النهارده هنختم ان شاء الله. عايزين نخلص، كفاية قوي كده صح؟ هو دكتور خلاص ما فيش اي معلومات عن الامتحانات وكده صح؟ بعد الإجازة ان شاء الله. ان شاء الله. اشوف في حد تاني جه عشان انا مش شايف. في احنا كده اتنين. رضا يا روي صح؟ حاجة تشوفه. مين موجود؟ ثلاثة بحالهم. جميل. اوكي، عايزين نكمل ال PLL زي ما انتم شايفين كده. المفروض نبدأ نشوف تأثير النويز على ال PLL. احنا في عندنا sources of noise كتير، كل واحد منهم زي ما انتم شايفين كده بنعمل له representation بـ additive source للنويز، من الريفرنس، من الـ PFD، من الشارج بامب، من اللو باس فلتر، من الـ VCO، من البفر بعد الـ VCO، من الديفايدر. كل واحد بنجمع له different sources of noise. noise دي ممكن تكون random، ممكن تكون deterministic، whatever. بس اللينير موديل اللي احنا استنتجناه مع بعض الاسبوع اللي فات هو ده اللي بنقدر نستخدمه عشان نشوف تأثير النويز ده على الاوتبوت بتاع الـ PLL بيكون عامل ازاي. فاحنا لو حبينا نشوف اول ثلاثه مع بعض، مش معنى اول ثلاثه، اول ثلاثه دول باعتبار ان هم كلهم في نفس النقطه، بما اننا بنتكلم على اللينير موديل يبقى النقطه دي زي النقطه دي زي النقطه دي، وبالتالي الثلاثه سورسز دول اللي هم الريفرنس والديفايدر والبي اف دي، لو حبينا نكتب الترانسفير فانكشن من النقطه دي للاوتبوت هي هتطلع نفس الترانسفير فانكشن بتاعتنا بتاعت الكلوز بتاعت البي ال ال العاديه خالص، اللي هي تي اس اللي هي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعتنا. ويطلع لنا ان الفاي في سي او على الفاي ريفرنس هتبقى عباره عن ان تي اس على واحد زائد تي اس، اللي هي بالظبط البي ال ال كلوز لوب ترانسفير فانكشن. ده نفس الانبوت بتاعنا، وبالتالي الثلاثه دول بيتعاملوا بيشوفوا نفس اللوب اللو باس فلتر بتاع البي ال ال العادي. يبقى نقدر نقول ان النويز بتاع الريفرنس، النويز بتاع الديفايدر، النويز بتاع البي اف دي كلهم they are going to be low pass filtered by the PLL transfer function زي ما هي، نتيجة ان هما داخلين زي الانبوت بتاعنا بالظبط. واضح الكلام؟ اوكي، فهنا مدخلين الثلاثة هنا بالظبط، مدخلين الثلاثة زي ما انتم شايفين دول كانوا ثلاث different closed loop transfer functions اللي احنا بصينا عليهم قبل كده. لو اللي عندي white noise بس اللي موجود فهيطلع لنا الشكل بتاعه ان هو هيبقى لو باس فلتر، وممكن يحصل له شويه بيكنج زي ما قلنا. يوجوالي النويز ده بيكون وايت نويز، ممكن يكون فيه شويه فليكر نويز. وواضح طبعا ان كل ما تكون الان بتاعتنا صغيره، كل ما تكون الكي بتاعتنا صغيره، كل ما تكون الايه البي بتاعتنا صغيره، كل ده هيؤدي ان النويز ده هيحصل له ايه، هيصغر، نتيجه ان احنا الان ده عشان ده الجين بتاعنا، والكي والبي عشان دول بيعبروا عن الاتينويشن والباندويث بتاعنا. كل ما يصغر كل ما يحصل لنا اتينويشن اكتر، وكل ما الانتجريتد نويز اللي جايه من الايه من الثلاثه سورسز دول هي ايه هيختفوا. طبعا النويز في الريفرنس ده غالبا بيكون نيجليجبل في الار اف ابلكيشن، لان احنا بنكون شغالين من كريستال وبيكون الموضوع كويس، لكن في السي دي ار
او في الكلوك ريكفري لوب غالبا الريفرنس بتاعنا بيكون هو الانبوت داتا، فبيكون النويز فيه كونسيدرابل، وبالتالي ان فكره ان انت تعمل له اتينويشن دي مش سهله يعني. طبعا البيكينج اللي احنا شفناه من شويه الاسبوع اللي فات ده برضه هيبقى باد بالنسبه لنا، نتيجه ان هو ايه هيعمل لنا بيكينج وهيكبر لنا النويز اللي جاي من الايه من الثلاثه سورسز دول. فده اول حاجه. بعد كده لو حبينا نشوف النويز بتاع الشارج بامب، فالنويز بتاع الشارج بامب اللي ما بينه وبين الانبوت النقطه دي هو فرق ما بين حاجه عباره عن دي سي جين بتاعنا اللي هو اي سي بي على 2 باي، وبالتالي نقدر نقول ان النويز بتاع الشارج بامب برضه هيحصل له لو باس فلترنج، بس الجين اللي بيشوفه هيبقى مختلف شويه عن الريفرنس وعن البي اف دي وعن الديفايدر، نتيجه ان هو هيتقسم على الاي سي بي على 2 بي. فنقدر نقول ان هو هيشوف اللوب فلتر، هيشوف الكلوز لوب بتاعه البي ال ال بس مضروبه في 2 باي على اي سي بي، فبرضه هيكون لو باس فلتر، بيكون فيه جزء فليكر وجزء وايت نويز، وهيتضرب في الترانسفير فانكشن بتاعتنا، بس بدل ما هي كانت ان بس بقت مضروبه في ان 2 باي على ايه على اي سي بي، يبقى بالتالي برضه نفس الكونديشنز اللي اتحققت على الريفرنس وعلى النويز هي على الريفرنس وعلى الديفايدر هي ان انا محتاج سمول ان سمول كي سمول بي عشان ايه عشان اقدر اريديوس الكونتريبيوشن بتاع النويز بتاع الشارج بوم. لو حبينا نشوف موضوع اللوباس فلتر، فاللوباس فلتر بقى عشان نرجعه في النقطه اللي في الاول دي، يبقى نضطر ان احنا نقسم على الاف اوف اس بتاعه الفلتر. فالاف اوف اس بتاعه الفلتر لو احنا شغالين اللي هو السكند اوردر لوب فلتر بتاعنا اللي هي العلاقه اللي احنا كنا كاتبينها دي، يبقى احنا هيتقسم علينا على الشكل ده، وبالتالي هيطلع ان العلاقه بتاعتنا ما بين النويز بتاع الفلتر والاوتبوت هتطلع باند باس فلتر، لما نقسم اللوباس فلتر توتال على الاف اوف اس اللي هي العلاقه الموجوده دي، فبيطلع لنا الفاينل افكت بتاعنا كانه باند باس فلتر زي ما انتم شايفين كده. وبالتالي لو الفلتر بتاعنا فيه وايت نويز بس اللي هو جاي نتيجه الريزيستورز اللي موجوده عندنا جوه الفلتر، هيحصل لنا الشيبنج بتاع النويز نتيجه الترانسفير فانكشن هيبقى بالشكل ده، وهات لنا حاجه بالشكل ده. طبعا برضو هيكون الديزايربل ان يكون الباندويت بتاعنا صغير عشان يحصل اتينويشن بسرعه، يبقى برضو هنكون محتاجين سمول ان سمول كي سمول بي زيه زي الايه زي الريفرنس زي الديفايدر زي الشارج بامب زي البي اف دي. بعد كده هيجي لنا الفي سي او، فالفي سي او دايما بيكون عندنا لو درسنا بقى اوسيليتورز ان ديتيلز بيكون فيها شويه نويز كتيره، وهو اصلا بيأكيميليت النويز كمان نتيجه الايه الانتجريشن الموجود فيه، وغالبا بيكون الفيز نويز بتاع اي اوسيليتور بيطلع بيبقى فيه حاجه بالشكل ده 1 over f cube noise ده جاي عند جاي من الفليكر نويز، 1 over f squared ده العادي، وبعد كده بنيجي في الاخر ان احنا بنساتوريت، ده بيكون الترانسفير فانكشن او الفيز نويز بتاع تيبيكال اوسيليتور في الفري رانينج فيز بتاعه، بيكون عندنا حاجه بالشكل ده as we go far from the oscillation frequency type. دايما ال 1 over f squared ده بيكون the most dominant part بتاعنا، وهو ده اللي بيأثر على الاوفرول نويز بتاعنا. وطبعا لو حبينا بقى نشوف الترانسفير فانكشن من النقطه دي للنقطه دي، بتطلع العلاقه اللطيفه دي 1 على 1 زائد تي اس تي اوف اس، ودي بتطلع هاي باس فلتر. وبالتالي بخلاف الباقيين كلهم النويز اللي جاي من الفي سي او از جوينج تو بي هاي باس فلتر بالترانسفير فانكشن اللي احنا شايفينها دي، وبالتالي ده الوحيد اللي هيكون مختلف عن الباقيين ان هو محتاج يكون الباندويث بتاعنا كبير. ان كل ما الباند بتاعنا كبير معنى كده ان الجزء اللي في النويز اللي في الاول اللي هو اوريدي الجزء الكبير اللي في النويز بتاع الفي سي او از جوينج تو بي اتينويتد، وبالتالي الاوفرول كونتريبيوشن بتاع النويز في الاوتبوت هي جيت ريدوسد يعني. فالفي سي او نويز از سبريسد وذ بي ال ال باندويث، وايد بي ال ال باندويث از ديزاير تو سبريس ذا في سي او نويز تيبيكال تارجت فور بي ال الز ان شيب تو شيب كوميونيتي. اوكي، يبقى احنا ده عندنا الايه الكونتريبيوشن بتاع كل حاجه. طبعا عندنا كمان البفر ده عباره عن جين يونيتي جين بفر، وبالتالي هيكون الريسبونس بتاعه زيه زي الفي سي او، يبقى برضه هيبقى هاي باس فلتر، وبالتالي ناس كتير بتعامل البفر نويز ده كانه جزء من الايه من الفي سي او نويز، وبالتالي بيشوف نفس الهاي باس فلتر وبيحتاج هاي باندويث يعني. طبعا احنا عندنا في عندنا نويز كونتريبيوشنز ثانيه غير الثيرمال نويز واللي جاي، في عندنا كمان السبلاي نويز بيبقى مؤثر علينا في البفر وبيأثر علينا في الفي سي او، ان احنا عندنا لو السبلاي نويز موجود ده برضو بيأثر على الديلي بتاعنا وبيأثر على الريسبونس بتاعنا كله، وبنحاول ان احنا ناتيويت زي ما اتفقنا ان احنا نكبر الباندويث بتاع البي ال.
لو جمعنا بقى الكلام ده كله، المفروض ان انت يعني جزء من الشغل اللي انت بتعمله لما بتيجي ديزاين بي ال ال، ان انت بتحاول ان انت تشوف التارجت سبيسيفيكيشنز بتاعتك، بتحاول ان انت تعمل تشوف ال within الفريكوانسي اللي انت شغال فيها، بتحاول ان انت تشوف كل الديفرنت بلوكس اللي موجود عندك في البي ال ال، بتحاول ان انت تقسم سم نويز ترانسفير فانكشن للشارج بامب للبي اف دي للديفايدر للاوسيليتور اللي انت هتستخدمه، ومنهم بتدخلهم على الماتلاب اكوردنج للايه للريكويرمنتس اللي انت دخلتها في الاسبوع اللي فات في الديزاين بتاعنا بتاع البي ال ال، تبدا تشوف الكونتريبيوشن بتاع كل واحد في الاوتبوت قد ايه، وبعدين تجمع كله في الاوتبوت وتعمل انتجريشن بقى من الايه اكوردنج للنويز بتاعك، ومنها تقدر تجيب التوتال جيتر اللي هيجي لك من البي ال ال بتاعك. فاحنا المفروض ان ده كده بيبقى التوتال نويز هو الشكل الموجود ده، وطبعا على حسب بقى مين اللي ايه مين اللي طبعا في اللو فريكوانسي هيبقى الريفرنس والديفايدر والشارج بامب هو الدوميننت، وفي الهاي فريكوانسي هيكون الفي سي او الفي سي او والبفر هو اللي هيكونوا ايه هما اللي هيكونوا دوميننت. وانت بقى بتحاول حسب اللي انت ايه حسب اللي انت عايز تعمله، بتكبر الباندويث او تصغر الباندويث على حسب التارجت جيتر نمبرز اللي انت عايز توصل له. اي سؤال في الجزء ده؟ طيب شيء جميل. طيب بالنسبه للسيركتس اللي عندنا، اتفقنا ان اول سيركت عندنا بتكون هي البي اف دي، وقلنا ان البي اف دي عندنا بيكون عباره عن 2 دي فليب فلوبس، وبعد كده بنحط اند جيت على الريسيت بتاعنا، بحيث ان انا يكون عندي يطلع لي البلس لما يكون لما يكون الفيدباك سابق الريفرنس، يطلع لنا البلس في الداون، لما يكون الريفرنس هو اللي سابق الفيدباك يطلع لنا البلس في الاب، واول ما تيجي البلس الثانيه بعد سام ديلاي بيحصل لنا ان الاثنين بيحصل لنا ريسيت. طبعا المفروض ان احنا ممكن الاند جيت دي لما بتيجي تدخل بيبقى فيه هنا سيرتن ديلاي لغايه ما الريسيت يحصل، بس ساعات الريسيت ده او ساعات الديلاي ده ما بيكونش كافي ان انت تعمل كومبليت ستيرنج للايه للفليب فلوب بتاعك. تعالوا الاول نتفرج. بيقول phase frequency detector allows for wide frequency locking range potentially entire VCO tuning range, three stage operation with up and down outputs, edge triggered results in duty cycle insensitivity. بما ان انت حاطط هنا الفري فلوبس دي edge triggered، معنى كده ان انت لو في عندك الديوتي سايكل اللي راجعه مش مظبوطه، لو انت كنت مستخدم ديفايدر مش ديفايد باي 2 ولا حاجه، كان الديفايدر بايظ شويه او كان الريفرنس بتاعك بايظ شويه، انت مش هتكون sensitive غير للedges بتاعتك، وده حاجه ايه كويسه. الترانسفير الافرج بتاعنا بتاع الايرور بيطلع حاجه بالشكل ده، وقلنا ان اللينير رينج بتاعنا من ماينس 2 باي ل 2 باي والجين 1 على 2 باي، وبالتالي انا عندي لينير رينج كامل 4 باي يقدر يغطي لنا كل الايه كل الديفرنس بين الديفايدد سيجنال وبين الريفرنس بتاعنا، مفيش هيكون عندنا مشكله خالص. المشكله الوحيده اللي ممكن تحصل ان يكون عندي القرب الزيرو ايرور، ان اورب الزيرو ايرور ده ممكن يكون الويدث بتاع البلس بتاعتنا تبقى صغيره جدا، بحيث انها ما تقدرش ما تلحقش انها تيرن اون اند تيرن اوف الشارج بامب. فاحنا عندنا بيبقى في عندنا بلسات، واحنا اتفقنا ان البلسات دي اللي هي بنسميها الاب بلس والداون بلس، دي هي اللي بنوديها بعد كده على الشارج بامب تفتح الكرنت سورس تشحن بيه الكاباستور، او تفتح الكرنت سورس اللي في الداون وتدشارج الكاباستور. فلو البلس ده صغير جدا ممكن ما يكونش وقته كافي ان هو يفتح ويقفل الايه السويتشات ويشحن الكاباستور، وبالتالي ممكن ما نحسش بتاثير البلسز دي، وفي الحاله دي بيعمل لنا حاجه اسمها ديد زون. الديد زون دي تخلي لك ان انت ما تحسش بالتغيير بتاع الفيز، ويبقى عندك سيرتن ايرور موجود في اللوكينج بتاعك. فعلشان الناس تعالج الموضوع ده بيintroduce some delay ما بين الايه ما بين الاند جيت وما بين الريسيت سيجنال، بحيث انها توايدن المينيم ديلي بلس، كانك بتزود الديلي بتاع الاند جيت يعني، فالبلس بتاعتك بتكبر شويه لغايه ما انت تقدر تاخد الديسيجن انك تعمل ايه وتريسيت الاثنين بتوعك. انت هنا بيعمل لك مينيمم بلس ويث يجارنتي ان انت تحاول تريديوس الديد زون از ماتش از يو كان. اي سؤال هنا؟ يعني انا دكتور كان كده بالديلي بعمل مينيمم ديفرنس ما بين الاب والداون، بكبره شويه بحيث ان هو الحق يعني مينيمم بلس ويدث. مينيمم بلس ويدث تمام. اوكي ماشي. طيب بالنسبه للشارج بامب زي ما اتفقنا از ات از سمبل از اللي احنا شفناه ده، وكنا حسبنا الجيم بتاعه 1 على 2 باي في الاي سي بي، بنحاول ان احنا طبعا نخليه لو نويز لو باور كونسامشن، بس اهم حاجه ان احنا عايزين نعمل لو ميس ماتش ما بين الاب والداون كرنت.
ماشي. طبعا بما ان في سويتشز عايزين ما يحصلش شارج انجكشن نتيجه السويتشز دي، طبعا عارفين انتوا لما سويتش بيبقى اون واوف بيكون في تشارجز متخزنه جوه، مش عايزين ان التشارجز دي تطلع لنا في الاوتبوت تاثر لنا على الفي كنترول بتاعنا، ماشي. وعايزين يكون هاي سبيد از ماتش از وي كان. فاحنا عندنا طبعا ايه، لو حصل ميس ماتش ما بين الاي اب والاي داون، الميس ماتش ده بيؤدي ان يبقى في عندي ايرور، ماشي، ان يبقى في دايما ايرور، يبقى في عندي شيفت كده موجود في الترانسفير فانكشن بتاعتنا يؤدي ان انت بتلوك على فاليو مش مظبوط. اوكي، فده بيخلينا الدنيا ايه مش كويسه. فانت دايما دايما بنحاول في البي ال ال ان انت ازاي ان انت تقدر تضمن ان الـ ان الاي اب والاي داون از ار ماتشد از ماتش از يو كان. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنبص كده شويه. اول حاجه طبعا نفكر فيها علشان خاطر هو الصوت راح صح؟ سامعيني يا شباب؟ تمام يا دكتور. كده تمام. النت كانت بتريح شويه بس انت عارف فجاه كده تحس ان النت عايزه تريح. طيب احنا اول حاجه عندنا عشان نجارنتي يعني which is not the best thing but this is the minimum you can do ان انت تظبط ان السي اوكسايد في ال W for LN بيساوي ال VDD minus VTN في الايه؟ في السي اوكسيد دبليو ال بي في الفي دي دي ماينس اي في تي ان. فانت محتاج تشوز السايزز بتاعه الايه بتاعه الان موس والبي موس، اوكي، بحيث ان انت تقدر تضمن ان الكرنت هنا بيساوي الكرنت هنا. فدي اول حاجه لازم ايه لازم تعملها، ان السايزز مختارينها طبعا الباسنج الكلام ده كله، بحيث ان انت يبقى عندك الكرنت اللي فوق ده اللي بيساوي الكرنت اللي تحت. دي اول حاجه بتعملها. طبعا الناس بتعمل حاجات اكتر من كده بكتير، من ضمنها انها بتعمل ايه، بتعمل اكسترا لوب يعني عشان خاطر تظبط الكرنت ما بين اللي فوق واللي تحت. في عندك انذر فيدباك لوب، الفيدباك لوب دي تحاول ان انت تخلي البايس بتاعك الفي بي الفي بي بي والفي بي ان ييجوا بالظبط، ان هم يخلوا لك الكرنت اللي فوق بيساوي الكرنت اللي تحت. بس ذا سمبلست اور ذا مينيمم يو كان دو ان انت لازم تظبط ان الايه ان الكرنت اللي جاي من الراجل ده بيساوي الايه بيساوي الكرنت الراجل ده، تمام. دي اول حاجه ايه لازم نعملها. تاني حاجه لازم نعملها عشان نريديوس الشارج انجكشن، انك لازم تخلي الايه السايز بتاع السويتش كمان بيساوي السايز بتاع السويتش، ماشي. يبقى انت عندك عشان تريديوس الكرنت ميس ماتش، انا بس انا عندي سلايد ثانيه للكرنت ميس ماتش. هنا بيتكلم على الانجكشن بس، الانجكشن بس قال لك ان انت محتاج تخلي الكاباسيتنس بتاعت الراجل السويتش ده بيساوي الكاباسيتنس بتاعت السويتش ده. طبعا انتوا عارفين لما ده بيقفل ده بيفتح، ولما ده بيفتح ده بيقفل. فانت لو خليت الايه السايز بتاعت الكاباسيتنس ده بتساوي السايز بتاعت الكاباسيتنس ده اللي هو جاي عن طريق او التشارجز اللي جايه من ده بالنسبه للشارج بتاعت الراجل ده، هتقدر تخلي ان ايه لما ده يقفل كل الشارجز تروح الناحيه دي، ولما ده يفتح وهكذا يبدلوا الشارجز ما بينهم وبين بعضهم يعني، بحيث ان مفيش حاجه تطلع فيهم في الاول. يبقى انت بتحاول ان انت تختار السايز بتاعت السويتش ده والسويتش ده ان هم بيساووا بعض، بحيث ان انا يبقى عندي ايه مع عندي ان هم الاثنين بيبدلوا الشارجز ما بينهم بعضهم لما يقفلوا ويفتحوا. ده برضو ايه بتحاول تعمله عشان تريديوس الايه الشارج انجكشن. حل تاني عشان تريديوس الشارج انجكشن هي ان انت تنقل المكان بتاع السويتشز ان كومباريزون ويز المكان بتاع الايه بتاع الكرنت سورس. في السلايد اللي فات كان الكرنت سورس هو اللي فوق والسويتشز هي اللي في النص.
الحل التاني اللي بتعمله هنا انك تخلي السويتشز هي اللي فوق والايه والكرنت سورسز هي اللي في النص. طبعا ده هيخلي لك ان الشارج انجكشن ما بيطلعلكش في الاوتبوت اصلا نتيجه ان السويتشز بقت بعيده عن الاوتبوت، بس ده هيكومبليكيت دايره البايس بتاعك نتيجه ان انت سهل انك تعمل بايسنج لحاجات واصله بالسبلاي والجراوند، مختلفه شويه عن انك تعمل بايسنج لحاجات واصله بالايه واحد في الميدل نودز، يعني محتاج انك تحط ريبليكا للسويتشز هنا اولويز اون وهكذا بحيث انك تقدر تجيب بايس للاثنين دول. ماشي، ده بالاضافه ان انت عندك هناك كان الكرنت سورسز اولويز اون، دلوقتي انت الكرنت سورس بقى بيقابل مشكله ان هو بيتقفل ذات نفسه كمان الكرنت سورس بتاعك نتيجه ان انت عندك السويتش اللي فوقيه اللي بيوصله بالسبلاي بقى بايه بيقفل. فرغم ان ده سولوشن موجود بس ايه ليه اتس اون كومبليكيشنز، يعني يبقى احنا محتاجين ان احنا نظبط السايز بتاعتنا از ماتش از وي كان، وفي نفس الوقت ان احنا ممكن نبعد السويتشات لو احنا عايزين ما بينها عنها عن الايه عن الاوتبوت نود بتاعها. اي سؤال هنا؟ اوكي، في عندنا برضو تكنيك ثانيه ان احنا بتحط دامي ديفايسز سبيشالي الشكل اللي قدامنا ده ان احنا حاطين دامي ديفايسز بحيث ان انا ايه اصلا زي ما انتم شايفين كده حرقت سكه ثانيه بقى عندي اب واب بار وداون داون بار وحطيت اكسترا سويتشات بحيث ان انا لما عندي ده يفتح اللي قدامه ويقفل وهكذا ويبدله الايه يبدله الاكسترا كاباسيتورز او الاكسترا تشارجز اللي كانت موجوده تروح للايه للطرف الثاني الموجود. وحطينا هنا كمان لوب في النص انها تحاول انها تظبط لنا ال VDS بتاع السويتش ده والسويتش ده مع بعضه بحيث ان احنا نقدر نجرانتي ان هيشوف ايكوال تشارجز بالظبط. اوكي، يبقى تاني كده لو بصينا مع بعض الرسمه دي انا عندي الكرنت سورس اهو فوق والكرنت سورس الثاني تحت، وكان عندي هنا المفروض يكون هنا في السويتش الداون والسويتش الاب اللي هو بيشتغل من الاب بار زي ما انتم شايفين كده، وده الفي كنترول بتاعنا. فاحنا زودنا دامي ايه زودنا انذر سويتش الناحيه الثانيه، ماشي، مش واصل ده مش واصل بالفي كنترول، بس زي ما انتم شايفين لما ده بيبقى اوف اللي قدامه بيبقى اون، وبالتالي حاطين اكسترا دامي سويتشز هي اللي ايه تاخد الايه تاخد الاكسترا تشارجز الموجوده. وعلشان خاطر نخلي ده زيه زي ده بالظبط حطينا الايه حطينا الفيدباك لوب دي بحيث انها تخلي الفولت اللي هنا بيساوي الفولت اللي هنا، وبالتالي يبقى يكونوا كلهم ريبليكا لبعض بالظبط. يعني يا دكتور اي ديفايس يجي انجكتد شارج بيفتح معاه واحد دامي ياخد الشارج دي صح؟ اه مظبوط كده تمام. دي قاعده عامه بتتعمل في سويتشد كاباستور سيركتس، يعني انت لما يكون في عندك سويتشات بتحط لها معاها داميز، يعني هي الفكره ازاي تحط الداميز دي من غير ما تاثر على الاوبريشن بتاعك يعني. فدي كلها سيركتس. معلش يا دكتور، هو احنا ليه كنا اصلا حطينا بقى سويتش على الشمال وسويتش على اليمين؟ اللي هو التاني ده هنا ولا مين؟ طيب احنا ما هو عشان خاطر انت لما تفتح ده هو ده جاي له هنا نفس السيجنال ده اوف معاه ده اون معاه. انت ما هي عشان الشكل يبقى سيمتريك زي ما انت شايف كده ويقدر السويتش ياخد الكومبليت تشارجز. انت كان الحل التاني انك تعمل ايه؟ مش عارف صراحه، يعني انا اصلا مش عارف التشارج بامب يعني، بس هو الهدف في الاخر ان انت عايز تحط شكل سيمتريك يفتح التشارجز وياخدها ويقفلها. انت غير كده هتضطر تحط كاباستور، يعني هتيجي تحط السويتش يعني انت عايز تاخد واحد تاني زيه بس هياخد الطرف التاني بتاعه من فين؟ انت لازم تفتح له طرف تاني يفتح لك مسار الكرنت عشان ياخد الايه ياخد التشارجز بتاعتك يعني. طيب تمام خلاص. اوكي، عندنا بقى بالنسبه للتشارج بامب ميس ماتش اللي هو الميس ماتش ما بين الاب والداون، فاحنا عندنا هنا في الشكل ده مثلا انا عندي سويتشز فوق وعندي الاثنين دول، وهنا عندنا في ايه خلينا البي في ان بتاع الان موس زي بعض بس بتاع البي موس ظبطناه عن طريق الايه عن طريق اللوب دي. فاحنا عندنا سلو فيدباك لوب تو ماتش الاب كارنت والداون كارنت. احنا دلوقتي اللي هيحصل ايه الراجل ده زي الراجل ده اهو، اوكي ده اللي هيجيب لك الفي بي ان ولا هيظبط لك الفي اي دي، وبالتالي هتلاقي ان احنا عندنا بالنسبه للبرانش ده مفيش مفر غير ان الكرنت بتاع البي موس يكون هو نفس الكرنت بتاع الان موس صح. البرانش اللي على الشمال ده الريبليكا اللي احنا حاطينه ده
بما ان الكرنت بتاع البي موس هو الكرنت بتاع الان موس غصب عننا، اوكي، وبالتالي يبقى الايه الفي بي بي اللي هتيجي من هنا هي هتخلي لك الاثنين دول بيساوي بعض. فانت لو خدت نقطه الفي اي دي بقت هي نفس الفي اي دي، وبما ان الفي بي بي دي هي يبقى احنا كده لما الراجل ده هيفتح هيدينا نفس الكرنت الموجود في الان موس. اوكي طب معلش يا دكتور، ليه بنقول في سلو فيدباك؟ يعني دي بايسنج نود. تمام، يعني مش عارف هي ممكن تفرق معايا يعني لو هي سريعه. انا فاهم ان هي بايزنج، عشان بايزنج يعني فنير دي سي، فعشان كده بنقول فيري سلو. بيقول لك انها سهله يعني انك تعملها عن طريق انك تحط لو سلو فيدباك لوب يعني. تمام، عشان كله في الدي سي فكان الباندويث اور بالدي سي يعني. اوكي، يبقى دي طريقه. طبعا طرق كتير يعني، احنا بنبص بس على شويه افكار يعني. احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا المشكله الاساسيه، عندنا ثلاث مشاكل اساسيه: الشارج انجكشن والشارج ميس ماتش او الكرنت ميس ماتش والسبيد. فاحنا شفنا حلول للشارج انجكشن، شفنا حلول للايه للميس ماتش. اوكي، وطبعا المفروض يكون في مشاكل تانية للفاريشن كمان. يعني انت عندك الايه الفي كنترول ما هوش ثابت، صح؟ الفي كنترول ده بيختلف باختلاف الايه باختلاف الفيز وباختلاف الفريكوانسي والحاجات دي كلها. فالفي كنترول ده ذات نفسه بيتغير هو كمان، فممكن يخلي الكرنت يختلف. احنا اصلا المفروض من ضمن الحاجات المهمه اللي بترسموها لما تيجي تعملوا ديزاين شارج بامب حاجه اسمها الكومبلاينس كيرف. حد سمع عنه قبل كده؟ سمعت عنه قبل كده يا شباب؟ طب قولوا لا. طيب حتى ما على فكرة الاسم بس مش فاكر كان ليه بالظبط صراحه. طيب احنا المفروض ان احنا بنتكلم عن حاجه اسمها كومبلاينس كيرف لاي تشارج بامب. المفروض الكومبلاينس كيرف ده اللي هو بيعرف لك انت فين الرينج بتاع الفي كنترول اللي انت تقدر تشتغل فيه ويكون في ماتشنج ما بين الاي اب والاي داون. تيبيكالي بيكون عندنا حاجه بالشكل ده كده بالنسبه للاي داون، حاجه بالشكل ده كده بالنسبه للاي اب، ماشي؟ فلو طبعا الشكل ده معناه ان هما مش ماتشد غير في نقطه واحده بس، وبالتالي ده ايه الكومبلاينس رينج بتاعه وحش جدا. غالبا اللي احنا بنعمله عشان نرسم الكومبلاينس كيرف ده ان احنا بنرسم الاي اب ماينس الاي داون فيرسس الفي كنترول، والمفروض ان يطلع لنا حاجه بالشكل ده. يعني لو احنا بنرسم ايه لو احنا عاملين شارج بامب كويس بيطلع لنا حاجه عامله كده، ماشي؟ او العكس يعني، ماشي؟ لو ده كده يبقى الاي داون ماينس الاي اب، ماشي؟ فالمفروض ان انت يكون عندك جزء كبير كده في الايه في الفي كنترول بتاعك يكون الاي داون ماينس الاي اب يكون تقريبا بيساوي صفر. يعني ده معناه ان انت عندك الاثنين ماتشنج مع بعضهم كويس قوي، وبقى الكومبلاينس رينج بتاعنا ساعتنا بنقول من هنا لهنا. لو مثلا ده الفي كنترول المفروض ان هو من 0 لفي دي دي، فغالبا بيطلع الكلام ده مثلا ليتس سي من 0.2 في دي دي لغايه 0.8 في دي دي. يبقى كده الكومبلاينس رينج بتاعك جايب انت 60% من الايه من السبلاي رينج بتاعك. كل ما الرينج ده يكبر اللي هو يكون الفرق بين الاثنين دول صغير جدا لمده طويله، بنقبل مثلا ليتس سي 5%. كل ما يكون الفرق الديفرنس ويزن 5% يبقى احنا كده ده الكومبلاينس رينج بتاعنا كبير. غالبا الكلام ده ما تقدرش تحافظ عليه على طول، ان لو الراجل ده طلع لفوق يبقى انت عارف ان البول اب نتورك هيتزنق، ولو انت الراجل ده نزل لتحت يبقى انت عارف ان البول داون نتورك هيتزنق، فمش هيقدر يديك كارنت يعني. فانت ما بتقدرش ان انت تماتش قوي. فبرضه من ضمن الحاجات يعني مشكله رابعه احنا ما اتكلمناش عنها هي الكارنت فاريشن وذ اوتبوت فولتج. ده برضو من بعض الحاجات اللي بنعملها ان احنا بنأد another loop علشان خاطر تتراك الفاريشن ده وتغير البايسنج accordingly such that انت تحاول تحافظ ان الكرنت بتاعك يكون ثابت as much as possible. اوكي، فاحنا بيبقى في عندنا loops عشان تعمل المسماتش والloops عشان تعمل الايه الفاريشن. يعني لو انت عايز الحاجات دي بالنسبة لك مهمة يعني. اوكي، هو دكتور اللي هي loop اللي هي بتcontrol variation دي كان قال هي يعني بتكبر ال R output يعني مثلا، او مش عارف انتوا. انا كان في بيبر نشرناها مع آية لو حد كان شافها، ممكن نبص على حاجة زي كده. ثواني ريسيرش. وهي كتبها فان فانايت ار اب.
بص انا هوريك بس كده ايه شيرينج شير. دي كنا بيبر نشرناها في الاسكس اعتقد. اوكي فده الكونسبت اهو زي ما انت شايف هنا. انت شايفين البيبر صح؟ اه في عندنا تو لوبس مزودين هنا حاجه اسمها ميس ماتش كانسليشن سيركت وكرنت كومبنسيشن سيركت. واحده هدفها انها تعالج الايه تعالج الميس ماتش بين الاب والداون، واحده هدفها انها تعالج الفاريشن مع الفي او. اوكي فدي اللي بتعالج الفاريشن مع الفي اوت، بتزود اكسترا كارنت او تقلله اكوردنج للايه للفي اوت فاليو. ودي اللي بتعالج الاثنين مع بتعالج الميس ماتشز عن طريق انك بتقارن الاثنين ببعض. فلو انت بصيت على الفاينل ريزلتس بتاعتنا تمام ده كده الشكل خالص الايه الاي اب والاي داون الكونفنشنال تمام. وده لما عملنا الكرنت كومبنسيشن زي ما انت شايف كده بقى الاثنين بيتركوا بعض. وده لما عملنا الايه ال سوري ده كوم مين فيهم conventional proposed without اه ده اللي هو المسماتش كومبنسيشن. فزي ما انت شايف الايه الاي داون بقى بيتراك الاي اب، اللون الاحمر بقى ماشي على الاسود. وده لما عملنا الكرنت كومبنسيشن فبقى الكرنت اولموست ثابت اكروس الرينج كله، وده بس مع التمبريتشر والكورنرز يعني. اوكي فانت في الاول ما كانش في اي ماتشنج خالص، وبعد كده بقوا الاثنين بيماتش بعض عن طريق اللوب الزياده، وبعد كده بقى ما بيتغيرش مع الايه مع الاوتبوت فولتج عن طريق ايه لوب ثالثه كمان يعني. اوكي فده من الحاجات الايه من الحاجات اللي عاده بنعملها يعني عشان خاطر نظبط الايه التشارج بامب. طيب اوكي اخر حاجه ناقصانا هي مشكله السبيد، ان احنا عندنا السبيد بتاعنا يعني لو انت بتعمل بي ال ال عادي فور موست اوف ذا ابلكيشنز في الار اف غالبا زي ما اتفقنا البي اف دي والشارج بامب بيكون شغالين عند السبيد بتاعت الريفرنس، فبيكون الفريكوانس بتاعتهم صغيره يعني بنتكلم في 50 ميجا هرتز 100 ميجا هرتز ماكسيمم يعني. وبالتالي اي سنجل اندد اركتكتشر از جونا بي انف فور يور سبيدز يعني. بس لو انت شغال في الوايرلاين ابلكيشنز زي ما اتفقنا بيكون الريفرنس بتاعك هو الداتا والانبوت بتاعك بيكون بالجيجا هرتز رينج، وبالتالي الشارج بامب والبي اف دي في الايه في الوايرلاين ابلكيشنز بيبقى ايه فيري فيري هاي سبيد، مش زي الايه مش زي الثاني يعني. ده لو انت بتعمل ايه التكنيك العادي اللي هو التكنيك بتاع البي ال ال بيزد سي دي ار، فانت في الحاله دي هتحتاج ان التشارج بامب بتاعك يكون فيري فاست. فعشان تخلي ان ده يكون فيري فاست فمشكله ان ايه فانك تفتح وتقفل السويتش ده بالنسبه لنا ده بياخد وقت كتير عقبال ما تفتح السويتش وتقفله، ده بيكون ايه وقت كتير. ففكره ان احنا يكون عندنا لما يكون السويتشز قرب الريلز اللي هي الشكل اللي عندنا ده، ده بالنسبه لنا هيكون ايه هيكون مشكله كبيره نتيجه ان انت عندك بتقفل الايه بتقطع الكرنت سورس عن السبلاي وعن الجراوند. فبيقول لك في الحاله دي محتاج تحط ايه لارج كاباستور على البايس لاينز بتاعتك عشان الراجل ده يعني ايه يقدر يحافظ على الفولتج بتاعه از ماتش از بوسيبل بما انه هيقفل كومبليتلي يعني. anyway فده التكنيك اللي هو ايه لو انت عايز تحافظ عليه شويه في السنجل اند. بس موست بروبلي لو انت السبيد is really a problem ما بحدش بيستخدم single ended architecture بتاعت الشارج بامب، وبنستخدم الايه الديفرنشال اركتكتشر في الشارج بامب. فالديفرنشال اركتكتشر في الشارج بامب هي الفكره انك بتحط دامي سويتشز بحيث ان انت بدل ما تقفل الكرنت كومبليت انت كنت بتعمل انك بتستير الكرنت. يبقى انت لما الراجل ده يفتح ياخد الكرنت هنا لما الراجل ده يقفل الكرنت يروح الناحيه دي، لما الكرنت ده يفتح يجي من الكرنت الناحيه. فانت بدل ما بتقفل وتيرن اون اند تيرن اوف الكرنت سورس بتاعتك كومبليتلي انت بتستير الكرنت يمين وشمال. طبعا ستيرنج الكرنت از ماتش فاستر ذان تيرنينج ات اوف كومبليتلي اند تيرنينج ات اون، وبالتالي ده هيكون اسرع. على حساب ايه؟ على حساب الباور كونسامشن. انت عندك الكرنت بتاعك اللي انت بتمشيه هنا هتضطر انك تمشي واحد ثاني زيه هنا يعني. انت هيبقى عندك الباور كونسامشن تقريبا الضعف بس في سبيل ان انت تقدر تجيب الايه تجيب السبيد اللي انت عايزه. اوكي اي سؤال هنا؟ اللوب فلتر زي ما اتفقنا ما فيش عندنا افتكاسات كتير، احنا بنتكلم على الباسيف لوب فلترز بس. انا ما دخلتش في اي ابلكيشن في حياتي اللي بتحتاج اكتف ايه اكتف لوب اكتف لوب فلترز واكسترا بولز والكلام ده. فلو باسيف احنا مجرد ار سي او 2 ار او 2 سي 1 ار. طبعا ان احنا ايه بنحاول مشكلتنا الاساسيه في الباسيف فلترز دي لو احنا مش بنعمل ديجيتال بي ال ال، طبعا التكنيك المعتاد دلوقتي او
تيبيكال ابلكيشنز اللي الناس بتعملها كلها هناك بتروح لديجيتال بي ال ال. فديجيتال بي ال ال يبقى انت بتحاول ان انت بعد الايه بعد الجزء بتاع الشارج بامب والبي اف دي ده انك تنقل على الديجيتال او انك بتريبليس الشارج بامب والبي اف دي بحاجه اسمها تايم تو فولتج كونفرتر او تي دي سي اللي هو تايم ديجيتال كونفرتر ده اللي هو بتحاول ان انت تحول الديفرنس لديجيتال وورد يعني والديجيتال وورد دي تعديها على لوب فلتر علشان بس تريديوس الاريا لان الفاليوز التيبيكال بتاعه الار والسيز اللي انت محتاجها في الفلترز دي بتكون كبيره جدا. فانت البي ال ال بتاعك بالذات لو انت هتستخدم بي سي او رينج اوسيليتر هتلاقي ان مثلا 80% من الاريا بتاعته جايه من الايه من الفلتر. طبعا لو ال سي اصلا لو انت الاوسيليتر بتاعك ال سي يبقى الاندكتور هيكون اكبر من اي حاجه وبالتالي مش مشكله انك تحط ايه لوب فلتر باسيف كبير يعني. لكن لو انت فعلا الاريا از امبورتنت بالنسبه لك هتلاقي ان 80% من الاريا بتاعه البي ال ال مستخدمها الار سي فلتر بتاعك ده جاست فور ذا سيك اوف ستابيليتي يعني. بالتالي في حاله زي دي لو الاريا از ريلي امبورتنت يبقى انت يو نيد تو جو تو ديجيتال بي ال ال اركيتكتشرز يعني وتريبليس الجزء اللي في الاول ده بغايه ايه بغايه ديجيتال وورد يعني ويبقى انت عندك ديجيتال فلتر. ديجيتال فلتر طبعا بيكون اصغر بكتير من اي انالوج فلتر انت ممكن تعمله بس ده بيوند السكوب بتاع الكورس بتاعنا يعني. طيب طبعا ازاي بقى تخليه adaptive و reconfigurable according لل requirements بتاعتك عشان تعالج ال PVT دي موضوع تاني يعني. الريزيستور يا اما بيكون poly resistor يا ان وين resistor يا non silicided resistor. ممكن كمان نستخدم MOS transistor في الترايد ده طبعا بيتغير بكتير مع ال PVT variations ولا كذا بس في ميزة ان انت تقدر تكنترول قيمة الريزيستور عن طريق الفولت. الحاجة التانية ممكن تعملها انك لو حطيت poly resistors او passive resistors انك تعملها بانك اوف ريزيستورز وبانك اوف كاباسيتورز تقدر تو كنترول بديجيتال وورد لو انت عايز تعمل كاليبريشن او تعالج شويه مشاكل نتيجه البي في تي. الكاباسيتور تيبيكالي عندنا الموس كاباسيتورز ده لو انت حاطه للجراوند هتستخدم موس كاباسيتورز عشان الكاباسيتنس بتاعته عاليه. لو مش موس كاباسيتنس هتضطر تروح لميم او موم يعني. لو الكاباسيتور كبير جدا من بعض الحاجات اللي بنعملها ان احنا بنستخدم الكاباسيتور مالتيبليكيشن نحطه في ميلر كونفيجريشن يعني عشان دي كاباسيتور كبير برضه لو كان كاباسيتور 2A تو جراوند. زي ما اتفقنا ان الاريا او القيم بتاعه الكابس والريزيستور دول بيكون كبار جدا وبيستهلكوا اريا كبيره فاحنا بنحاول ان احنا نشوف تكنيكس انها تريديوس الاريا از ماتش از وي كان يعني من ضمنها الميلر مالتيبليكيشن. اي سؤال هنا؟ طيب هنا هنبص على شوية تكنيكس عشان خاطر ان احنا نعمل شوية adaptability loop adaptability. فاحنا هنا مثلا عندنا ده ال PLL بتاعنا اوكي وهنا انا عامل ال ده كده ده الشارج بامب الاساسي وهنا خدت جزء من الشارج بامب KICP وKICP وحطيت البفر ده علشان خاطر ياخد الاوتبوت امبيدنس بتاعته R وبالتالي اقدر اتحكم في قيمة الايكويفلنت R. احنا دلوقتي هتلاقي عندك الفي كنترول ماشي هيطلع عبارة عن الاي شارج بامب على اس سي ماشي زائد الكي في الاي سي بي في الار حيث الار دي هي المين هي الار هي الاوتبوت امبيدنس بتاعت الراجل ده. فلو احنا خدنا الاف اس كده ككنترول هيطلع لنا العلاقة دي بتعبر عن ان هي ار ايكويفالنت 1 زائد اس سي ار ايكويفالنت على اس سي ار ايكويفالنت. فده كده ادانا شكل الايه شكل اللوب فلتر اللي احنا عندنا بس الار ايكويفالنت اللي ظهرت عندنا بقت عباره عن الايه عباره عن الكي في الار. يبقى احنا هنا اللارج كاباسيتور از ريكوايرد فور لو زيرو فريكوانسي السكند سكيلد شارج بامب بليس ذا زيرو ات 1 على كي سي ار راديان بير سكند ذا ريزيستنس ار از ذا اوتبوت امبيدنس اوف ان امبليفاير هيلبس ان ذا لوب باندويث ادابتابيليتي. يبقى انت دلوقتي لو انت عايز تعمل ان اللوب باندويث بتاعتك ادابتابل وده بيتعمل مثلا لما يكون عندك سيستم شغال عند كذا فريكوانسيز فانت بتلاقي ان انت ساعات ان انت مش هينفع تخلي نفس الباندويث شغال لكل الفريكوانسي بتاعتك لكل الفريكوانسي رينج بس ساعتها بتحاول تخلي ان اللوب باندويث بتاعتك يكون ادابتيف. ومن ضمن الحاجات اللي بنخلي ان اللوب باندويث بتاعنا ادابتيف هي ان احنا نغير في قيمه البولز والزيروز بتاعه الفلتر. عشان نعمل الكلام ده عايزين يا اما الار هي تكون فاريبل يا اما السي هي تكون فاريبل. هنا احنا خلينا الار هي الفاريبل ومنها عن طريق انك تلعب في الايه في البايسنج بتاع الراجل ده تقدر تتحكم في قيمة الار بتاعتك وبالتالي تقدر تتحكم في الزيرو لوكيشن بتاعك او انك ممكن تغير الريشيو
ما بين الاي سي بي والاي سي بي والكي اي سي بي عن طريق انك تغير الريشيو بتاعت الكي، فبرضه تقدر تغير قيمه الايه الريزيستنس وتقدر تعمل ايه ادابتيف باندويث يعني. اسئله؟ الو هو دكتور انا بس مش فاهم انا يعني هو ايه واصل على يعني الكرنت ده اللي على الشمال بيروح فين والار دي بتيجي يعني انا ما فهمتش يعني انا ما فهمتش ده كده السيستم كله ده كده التشارج بامب انكلودد معاه الفلتر والفي كنترول بتاعنا هنا. فين الفلتر بقى؟ فين الفلتر؟ الفلتر متكون من الار اللي هنا والكاباستور اللي هنا. طب هو مش الفلتر بتاعنا كان بيبقى المفروض كان بيبقى فيه R و C سيريز مع بعض ومعهم برق ال C؟ هي الترانسفير فانكشن دي فيها 1 بول 1 0 صح؟ دي كده بتناظر اللي هو السكند اوردر مش الثيرد اوردر. لو انت عايز الثيرد اوردر هتحط كاباستور تالت. ماشي يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عندنا R و C اللي هم R و C سيريز دول. يس تمام. طيب الانبوت بقى اللي هو على الشمال ده I ده بيشحن يعني للسي وبعد كده اني انبوت على الشمال اللي هو يعني انا مش فاهم الانبوت الامبليفاير ده بيخش ازاي. هو الانبوت بتاعنا هو الاب والداون صح؟ ده الانبوت بتاعنا ماشي اللي على الشمال اللي هم الاب والداون على الشمال على اليمين ات ذا سيم تايم. انت لو احنا اتفقنا ده التشارج بامب واللوب فلتر مع بعض يبقى الانبوت بتاعتك هي الاب والداون والاوت بتاعك هو الفي كنترول. طب احنا ازاي بقى احنا ازاي بنوصل حاجه على الاوتبوت يعني انا مش فاهم مين اللي حاجه على الاوتبوت. هي العبره كلها ان المعادله دي نقدر نستنتجها ولا لا. لو انت عرفت تستنتج المعادله دي يبقى انت خلاص انت كده عندك العلاقه بين الفي كنترول وبين الاي شارج بامب بقت هي العلاقه اللي احنا متعودين عليها فظهر لك عندك الاف اس عندك على طول صح؟ لا انا مش قصدي انا قصدي احنا دلوقتي موصلين كارنت سورس على الاوتبوت اللي هو الفي كنترول ده الاوتبوت بتاع الامبليفاير اصلا ازاي مش فاهم موصلين عليه اوتبوت يعني. لا تاني كده معلش كارنت سورس فين؟ انهي كارنت سورس؟ اللي هو الكي اي سي بي ده ازاي موصلينه على الاوتبوت؟ انا مش فاهم موصلينه على الاوتبوت ازاي بس. مش انت الاوتبوت بتاعك اصلا كان هو ده الشارج بامب كان الفي كنترول هو الاوتبوت بتاعك؟ يعني انت لو ما كانش في الشكل ده كان هو ده الشكل العادي بتاعنا اصلا؟ يعني الشارج بامب بتاعنا الشكل ماشي العادي صح بتاعنا ان الفولت بتاعنا هي اللوب فلتر. تمام صح. يعني اللوب فلتر بتاعنا كان عباره عن ار ما بين النقطه دي والجراوند. تمام ده المفروض ان ده في الرسمه الجديده هو الحاجه اللي على الشمال مش الحاجه اللي على اليمين. لا مش فارق ما انا مش فاهم ايه لازمه بقى اللي على اليمين ده. هي الفكره بقول لك ان احنا نعرف نجيب المعادله دي ولا لا. فانا بس عايز افتكر معاكم كنت بجيبها ازاي. تعال نحاول نفتكر. انت عندك النود دي هي نفس النود دي اصلا ايه نتيجه البفر دي النود دي هي نفس النود دي. تمام كده نقول ان الفي كنترول اوف اس هي عباره عن كي اي سي بي في الار عايز افتكر كنا بنستنتجها ازاي. بس مش انتوا شاطرين في الحاجات دي ولا مش شاطرين؟ ماشي هي فيدباك سيركت بس انا بتكلم على كونسبت بس. احنا ايه يعني احنا هنعتبر بس اكن الاو بي ام ده اكنه ريزيستنس ار وخلاص يعني. هو ظاهر كانه ريزيستنس بس انت عندك غير انه ظاهر كانه ريزيستنس خلي لك النود دي هي نفس النود دي هي الفي كنترول. تمام انا بس اللي مستغربه في الاخر يعني اللي هو فكره ان احنا بنوصل حاجه على الاوتبوت بتاع الامبليفاير دي يعني احنا بندخل كارنت على الاوتبوت دي غريبه بس بالنسبه لي شويه يعني. ده اللي انا مستغربه يعني. عشان انت هنا مستخدم الامبليفاير كريزيستور اصلا انت مستخدمه عشان يمبلمنت الريزيستور بتاع الفلتر بتاعك. اوكي تمام ماشي. طيب في عندنا برضو اللي هو بنستخدم السويتش كاباستور ريزيستور. طبعا انتوا عارفين ما اعرفش اذا كنت شفت درست الشكل ده قبل كده ولا لا. الشكل ده في السويتش كاباستور سيركت بيريبريزنت ريزيستنس. خدتوه في اي حته ده دكتور ايمن عاده خدناه على نعم. فالمفروض ان ده في كين مارتن ودكتور ايمن دايما بيشرحها هي سويتش كاباستورز وده بيريبريزنت ريزيستنس قيمتها واحد على اف ار اس اف ريفرنس في ايه في السي اس لو السويتشات دي شغاله باف ريفرنس يعني.
في الحاله دي برضو من ضمن التكنيكس يعني يبقى ده realizes the filter zero using a switched capacitor circuit. V control is changed only as much as needed can reduce ripple significantly. Charge injection هو ده معمل بيبر بتاعة الراجل ده، بس أنا عن نفسي مش مصدق إن حاجة زي كده هتريديوس الريبل على الفي كنترول يعني. ماشي، فإحنا محتاجين إن إحنا لو هنشغل إن أنت عندك بقى إكسترا سويتشنج هنا وإكسترا شارج إنجكشن إزاي الفي كنترول هيبقى أحسن، الصراحة أنا متشكك فيها شوية. أوكي، الصراحة الراجل مصنع وقايس وكله تمام يعني، والآر إيكويفلنت هنا بتساوي الإيه الكي في الآر إس سي، فأنت برضو يو كان تشينج ذا فاليو أوف ذا إيه of the resistor وتعمل adaptive bandwidth عن طريق انك تغير الريشيو بين الكي اي سي بي والاي سي بي. اتفضل. واحنا دكتور يعني كل اللي احنا عاوزينه نحاول نقلل الار بتاعه الفلتر صح؟ يعني كل يعني دي يبقى اقلل الكاب مثلا بالكاباسيتيف مالتبلاير، يبقى اقلل الار. وحاجه ثانيه دي تكنيكس عشان خاطر تسمح لك تسمح لك بالادابتابيليتي. ماشي ماشي. يعني انت يعني غالبا السي هيكون اكبر من الار يعني، فمش الار هو اللي هيتعبنا قوي يعني، هو هيبقى الفاكتور يعني. فانت هنا الميزه في التكنيكس دي انها بتسمح لك ان انت يكون عندك بارامتر تقدر تغيره بسهوله، وتقدر تجيب ايه تقدر تعمل ادابتيف فلتر. الادابتيف فلتر ده ان انت لو انت بتعمل حاجه مالتي ستاندرد مثلا وعايز الباندويث بتاعك يتغير من قيمه كبيره لقيمه صغيره، يو كان سمبلي تشينج ذا فاكتور كي، تقدر تغير الباندويث بتاعك وانت شغال. تمام اوكي ماشي، بس ده مانوال ادابتيشن يعني ممكن يتعمل اوتوماتيك، ما فيهاش حاجه تمنع يعني. لا بس يعني هو على وضعه ده مانوال، الا بقى لو انا حطيت لوب بقى بتغير في القيم يعني. هو الوضع هنا ما قالش الكي دي بتتغير ازاي، فانت اكوردنج الكي دي هتتغير ازاي، يا اما هيبقى مانوال يا اما هيبقى اوتوماتيك صح. تمام عن الـ VCOs بقى المفروض ان ده موضوع كبير يعني، بس احنا هناخد برضو لمحة سريعة عليه يعني. فاحنا عندنا ان الـ VCO يا اما Ring Oscillator يا اما LC Oscillator. فالـ Ring Oscillator طبعا ميزته ان هو easy to integrate، تقدر تحطه بسهولة ان هو حجمه صغير، الـ Tuning Range بتاعه كبير يقدر يغطي Range كبير من الـ Frequencies، بس الـ Phase Noise بتاعه طبعا اوحش بكتير من الـ LC Filter. LC Filter on the other hand الـ Area بتاعته كبيرة جدا، الـ Tuning Range بتاعه صغير جدا، و الـ Phase Noise بتاعه احسن بكتير. طبعا على حسب الريكويرمنتس بتاعتك انت بتحدد انت شغال ايه ولا ايه. طبعا احنا في معظم شغل الواير لاين الناس دايما بتلجأ للرينج اوسيليتور يعني، ماشي، رغم ان هو اوحش طبعا في ال سي. ريسنتلي الناس بدات تروح لل سي نتيجه التف ريكويرمنتس على الجيتر، بس انت متخيل لو انت بتعمل حاجه فيها مالتي لينز وانت في الاخر اصلا انت كل اللي انت بتعمله ان انت عايز تحسن بس الانتر كونكت مع البينز بتاعتك، فانت لو كل بين هتحط عندها ال سي طبعا دي مشكله كبيره يعني. اوكي، وبالتالي ال default أو number one choice for wireline application هي إن أنت تشتغل بالring oscillators يعني. أوكي، طبعاً أنت بقى بيبقى عندنا حاجة اسمها الجين بتاع ال VCO اللي هو ال KVCO اللي هو rate of change of frequency with respect to the voltage يعني، والphase noise والjitter والsupply noise والpower consumption والده area، دي كلها حاجات اللي احنا بنحاول نبص عليها. وبالنسبة لل LC VCO طبعاً ممكن يكون يا إما NMOS cross coupled يا PMOS cross coupled يا CMOS cross coupled. المرسوم هنا هو ده ال NMOS، ومرسوم الايه اللي هنا السي موس، ان موس من تحت وبي موس من فوق. طبعا في حاجات اكتر من كده بكتير يعني، وفي حاجات بتستخدم ان وان تحت وان فوق، وبرده في حاجات في حاجات كتيره يعني. كل الفكره ان انت بتحاول تعمل البوزيتيف فيدباك بتاع الكروس كابلنج ده عشان يديك النيجاتيف جي ام اللي هي نيجاتيف ريزيستنس اللي بتطير الايه الريزيستنس اللي موجوده في ال سي نتورك، وبالتالي تقدر تسستين الاوسيليشن اللي جايه ما بين الايه الاندكتور والكاباسيتور. طبعا كلمه ده كده يعمل لك اوسيليتور عشان تخليه فاراكتور، او تخليه قصدي فولتج كنترولد اوسيليتور. بنشيل الكاباسيتور بنحط فاراكتور، نتحكم في البايز بتاعهم بحيث ان قيمه الكاباسيتنس تتغير، نقدر نغير التيونينج رينج. تمام، طبعا التيونينج رينج هتلاقيه مش كافي بالنسبه لك سبيشالي في الوايرلس ابلكيشن، فبتحط الكاباسيتور بانك ويز ديفرنت ايه ويز ديفرنت رينجز يعني، بحيث ان انت تقدر تنقل ايه يبقى عندك شويه كاباسيتورز تخلي لك تعمل حاجه اسمها كورس تيونينج، وشويه كاباسيتورز تعمل لك فاين تيون، بحيث ان انت تنقل من رينج الرينج الرينج الرينج، وبعد كده كل كاباسيتور تلعب فيها. طبعا مشكله الكلام ده انك كل ما بتزود عدد الكاباسيتورز كل ما الايه البارازيتكس بتاعتها بتزيد، كل ما الكواليتي فاكتور بتاع الكاباسيتور بيسوء، كل ما ايه الجين اوفر رول بيوحش والفيز نويز بتاعك بيوحش معاك. فده بالنسبه للايه لل ال سي اوسيليتور. بالنسبه للرينج اوسيليتور طبعا موضوع بسيط شويه ايه انفرترز. لو الانفرترز السيموس انفرترز عادي يبقى لازم العدد اود، لو الايه
لو بتستخدم CML inverter فممكن يكون العدد even عادي، نتيجة ان ممكن يكون في حاجة differential يعني، فتقدر تاخد السيجنال تقلبها بدل ما ايه ما تحط stage جديدة يعني. والعلاقة بتاعت الديلي المشهورة اللي هي 2N في الايه في T inverter اللي تقدر تحسب منها الفريكوانسي بتاعتك يعني. اشكال مختلفة بقى طبعا للايه للستيج الواحدة، بس من الستيجز الكتيرة اللي بتستخدم هي حاجة بنسميها الستارفد انفرتر. بدل ما يكون انفرتر عادي بين السبلاي والجراوند وبالتالي ما يكونش عندك كنترول على الكرنت كونسومشن بتاعه وما تقدرش تتحكم في الكرنت، فبنعمل حاجة اسمها ستارفد انفرتر اللي بنحط فيه كرنت سورس فوق وكرنت سورس تحت ونتحكم في قيمة الكرنت سورس دي علشان نقدر نظبط كمية الكرنت اللي رايحة في الانفرتر، وبالتالي نقدر نتحكم في الديلي بتاعنا عن طريق ان احنا نحط المعادلات اللي قدامكم دي تكون فانكشن في الفي دي دي او فانكشن في كنترول مايز في تي او في كنترول مايز في تي سكويرد على حسب الايه الكنترول. الفكره بس ان انت لما بتحط الايه لما بتحط التو كارنت سورسز دول يبقى انت في عندك ليميتيشن على الكارنت، لان انت من غير كده ده بيعتمد مينلي على الشورت سيركت كارنت، وبالتالي ممكن يكون الكارنت كبير جدا وانت ما تقدرش تتحكم فيه براحتك. فده ميزه الكارنت سيرفد انفرتر في سي اوز، ان انت بيبقى عندك سام كايند اوف كنترول على الماكسيمم اماونت اوف كارنت اللي ممكن يستخدم. فالحاجات دي بيكون فيها بقى بلاوي كتيره كلها بقى السنسيتيفيتي بي في تي فاريشنز والسنسيتيفيتي تو سبلاي فاريشن وكل حاجه يعني. بيقول لك هنا ان 1% تشينج ان في دي دي ممكن يكوز 1% تشينج ان ايه ان 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 الديلي بتاع الانفرتر، وبالتالي يغير لك الايه يغير لك الفريكوانسي اوبريشن بتاعك يعني. كده برضو يكون في شغل جامد او ريسيرش كتير بقى ازاي انت تقدر تعمل حاجه اسمها ادابتيف بايسنج وازاي تكنترول الفاريشنز بتاعتك وهكذا. فانك تعمل رينج اوسيليتور از ان ايزي تاسك، بس انك ازاي بقى تظبط الفيز نويز بتاعه وانك تظبط الفاريشن بتاعته اكروس الكورنرز واكروس السبلاي فاريشن ده موضوع تاني. عاده من الحاجات الكتيره اللي الناس بتعملها انك بتحط ايه بتحط ال دي او عشان الفي سي او، تحط له ال دي او عشان يقلل الايه السبلاي فاريشن بتاعه، فايه فبالتالي يكون احسن من انك تسيبه للسبلاي فري رن. هنا السلايد دي فيها شويه اشكال مختلفه للايه للديفرنشال ستيجز. هنا ده differential stage عادي وبنعمل الكنترول للcurrent source اللي فوق، هنا differential stage عادي وحاطين هنا diode connected loads والكنترول اللي تحت هو اللي بيتحكم، وهنا في عندك cross coupled مستخدمين فيه المانياتس load. جبنا سيرة مانياتس ده قبل كده صح؟ لا انا مش فاكر مانياتس ده. مانياتس load ده خدناه واحنا بنتكلم على التيرمينيشن وازاي ان احنا بنظبط الريزيستنس يعني، اللي هو بيكون عندك current source parallel مع حاجة زي diode connected. فهو ده بيخلي ده بيديك حاجه لينير مع الفولتج فاريشن يعني. ده مانياتس لود ده بيستخدم برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في الجي ام سيلز يعني. اوكي طبعا كل واحد بيبقى له اتس اون ديلي ايكويشن وساعات بتختلف وبتزيد وهكذا يعني. فانت ايه انت بتختار اكوردنج بقى لللينيارتي ريكويرمنت للسبلاي اللي عندك للفاريشن اللي انت عايز تعمله للايز اوف كنترول وهكذا. وفي عندك كده ثيرد سيركت از فول سوينج في سي او. طبعا هنا ده فول سوينج نتيجه ان انت عندك كروس كابل، انت لما ده بيطلع هاي بيقفل لك ده كومبليتلي، لما ده بينزل لو بيفتح لك ده فبيوصل لك لفي دي دي وهكذا. فانت ده از ايه از فول سوينج. التانيين دول طبعا مش ريل تو ريل ده نتيجه ان في كارنت ستيرنج، بس ده نقدر ما نقدرش نقول ان ده كومبليتلي ده سودو ديفرنشال، ما هوش بيرفكتلي ايه ما هوش بيرفكتلي ديفرنشال. اوكي ده تعتمد برضو سودو ديفرنشال يبقى معناه ان هو هيتاثر بالايه بالسنجل اندد نويز مقارنه بالاثنين التانيين وهكذا. فدي اختيارات مختلفه زي ما اتفقنا بتعتمد على الايه الابلكيشن. وطبعا لما انتوا تبداوا تشتغلوا بقى في الحاجات دي هتبداوا ايه تعملوا سيرفينج لكل الديفرنت اركيتكتشرز موجوده وتختاروا اللي انت عايزينه. زي ما اتفقنا نتيجه السبلاي فاريشن ده عاده الناس بتعمل الرينج اوسيليتور ده بتعمله اتس اون ديديكيتد ال دي او عشان يتحكم في الانبوت بتاعه ويقلل الفاريشن بتاعك از ماتش از بوسيبل. وساعتها بيكون الكنترول بتاعنا بيكون عن طريق ان احنا نغير الفولتج اللي هنا اصلا يغير لنا السبلاي بتاع الفي سي او ومنها يغير لنا الفريكوانسي. اوكي ذا امبليفاير ادجستد للفي بي بي اند سو في ريج از ريليتيفلي فري اوف في دي دي فاريشن. هنا ما كانش فيه ايه السبلاي فاريشن مش موجود عندنا. ماشي طبعا احنا محتاجين لارج ريجوليشن رينج. اوكي عايزين نخلي الدروب اوت هنا صغير جدا عشان خاطر ان احنا ما نخسرش اي رينج موجود عندنا في السبلاي. محتاجين الباور كونسامشن بتاع الاوب امب يكون صغير جدا عشان ما يزودش اكسترا كارنت للفي سي او بتاعنا. محتاجين الاوب امب يكون صغير، ومحتاجين الباندويت بتاعنا يكون كبير عشان خاطر يسبرس الايه الفاست نويز اللي بتيجي نتيجه السويتشنج يعني. ده تكنيك مشهور جدا عشان تقلل الفاريشن بتاعك انك تحط له ال تي او
لو انت تقدر تجارنتي الاستابيليتي بتاعت ال LDO بتاعك وانك تشغله في وايد رينج والكلام ده كله. بالنسبه للديفايدر، البيزك ديفايدر كلكم عارفينه، انك بتحط ايه فليب فلوب وتاخد الكيو بار ترجعه للكيو، ده يعمل لك ديفايد باي 2، او ممكن تكاسكيد زي ما ورا بعض يعني يعمل لك ديفايد باي 2 باي 4 باي 8 لو العدد ايه من المالتيبلز بتاعت 2. طبعا لازم يشتغل لغايه الماكسيم فريكوانسي بتاعتك اللي هي كلوك فريكوانسي، فغالبا الفليب فلوب ده يا اما بيكون في اول ستيجز بتكون سي ام ال غالبا، بعد كده بينقل على الدايناميك تي اس بي سي او سي سكويرد موس، وبعد كده في الاخر يروح للسي موس، يعني لان انت بيكون عندك الفي سي او شغال ب 5 جيجا ولا 10 جيجا وات ايفر، وبعد كده تبدا تدخل على السي موس، مش هينفع السي موس يشتغل عند 10 جيجا، لو تروح تجرب التي اس بي سي تلاقي التي اس بي سي كمان ما يشتغلش عند 10 جيجا، تروح شغال بالايه بالسي ام ال في الاول، وبعد كده تنزل بعد كده للايه للتي اس بي سي لما الفريكوانسي تصغر شويه، وبعد كده لما الفريكوانسي تصغر تاني تروح للسي موس وهكذا. فطبعا بيكون الفيرست ستيج اوف ذا ديفايدر هي الموست باور كونسيومينج، نتيجه انها غالبا هتكون سي ام ال وهيكون فيها كارنت كونسامشن كبير، غير انها شغاله بفريكوانسي عاليه فالدايناميك باور لوس بتاعها كبير برضه. اي سؤال هنا؟ اوكي، هنا ديفايد باي 2 باستخدام التي اس بي سي، فالتي اس بي سي ده كان شكل التي اس بي سي اللي درسناه مع بعض في سنه ثالثه، كان في انفرتر زايد هنا عشان يطلع لنا كيو مظبوطه، فانت بدل ما تطلع الكيو خدت كيو بار ورجعتها كده يعمل لك ديفايد باي 2، فهو ريزونبلي فاست وحجمه صغير وما فيهوش ستاتيك باور كونسامشن وفي 1 فيز بس للكلوك ماشي، بس الديس ادفانتجز بقى ان السيجنال نيدز تو بروجيت ثرو 3 جيتس بير انبوت سايكل، نيد فول سوينج، يعني لازم الانبوت هنا يكون فول سوينج، وانت عاده ممكن يكون الفي سي او بتاعك لو ال سي مش هيكون فول سوينج، حتى لو رينج اوسيليتور بديفرنشال مش هيكون سوينج، مش هيكون يكون برضو كويس، مش هيكون فول سوينج يعني. وبرضو الراجل ده بيشتغلش عند اللو فريكوانسي نتيجه ان هو دايناميك، وبالتالي محتاج تشوف السولوشن عشان يشتغل عند اللو فريكوانسي لو انت محتاج تشغله في اللو فريكوانسي زي الايه تيست مودز يعني. ممكن نعمل بي سي ام ال زي ما اتفقنا، الادفانتج طبعا ان هو ايه هاي بروباجيت نتيجه في خلال تو ستيجز بس، بيقبل سي ام ال ليفل لو انت كان عندك الاوسيليتور بتاعك سي ام ال اصلا، عن لارجر سايز عن التي اس بي سي وبيديسيبيت ستاتيك باور كونسامشن، ومحتاج ديفرنشال انبوتس ان كلوك وكلوك بار داخله والديتا وديتا بار برضو داخله اوكي، وممكن ان احنا نزود السبيد بتاعته لو احنا عايزين عن طريق ان احنا نحط اندكتيف بيكنج هنا يعني لو احنا عايزين. اي سؤال؟ والله انا بحس السي ام ال ديفايدر ده اكذوبه. اسمع علينا، اكذوبه ليه بس؟ ده جميل ماله يعني، ساعات بيبقى اوحش من تي اس بي سي والله. اسمع علينا ماشي ماشي، احنا ناشرين كمان شارج ستيرنج ديفايدر لو انت عايز يعني. القصه دي كنا اتكلمنا فيها قبل كده. شارج ستيرنج اكذوبه برضه؟ ماشي لا 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 مش مسألة كده، خلاص خلاص ما علينا شوية. طيب طبعا احنا بيكون عندنا بقى لو انتوا خدتوا انتوا خدتوش بقى زمان مع دكتور مرزوق الكلام ده، كان في عندنا حاجة اسمها synchronous divider وحاجة اسمها asynchronous divider، انت لو عندك كذا stage عايز تديفايد ممكن تعمل حاجة اسمها asynchronous divider، لو تحط divide by 2 divide by 2 divide by 2 كل واحد بياخد اللي بعده، او synchronous divider يبقى كلهم شغالين بنفس الكلوك وانت بتظبط الفيدباك بتاعك بحيث ان انت تجيب الديفيجن اللي انت عايزه. طبعا الادفانتج بتاعت الاسينكرونس ان كل ستيج بتشتغل عند لوور فريكوانسي، فانت ممكن لو انت محتاج تحط سي ام ال في الاول فانت مش محتاج تحط سي ام ال في الاخر اوكي، والكلوك اللي طالع لك من الفي سي او بقت لودد باول ستيج بس مش بكل الستيج، فانت عندك ايه لايت لودنج على الاوسيليتور، وكمان الفريكوانسي بتقل فممكن تقلل الباور كونسامشن، وممكن وانت ماشي في التشين بتاعك، بس الديس ادفانتج طبعا هو الجيتر اكيوميليشن، بما ان ده بيطلع كلوك لده وده بيطلع كلوك لده يبقى انت عندك الايه الجيتر بيعمل اكيوميليت مع بعض. بالنسبه للسينكرونس اللي كلهم شغالين بنفس الكلوك فده بيبقى ريديوسد جيتر، ان انت مفيش هنا جيتر اكيوميليشن، هم كلهم شغالين بكلوك واحده بس ماشي، وبعد كده كلهم شغالين بالماكسيمم فريكوانسي بتاعتك، وبالتالي هتحتاج انك تستخدم اسرع فليب فلوب ليهم كلهم، فالباور كونسامشن هيبقى عالي، غير انك تعمل لودنج اعلى على الايه على الكلوك اللي جاي لك من الاوسيليتور او من البفر كده. تعرفوا الديزاين السينكرونس ديفايدر ده ولا تعرفوش؟ معروف اللي هو بيتعمل بالتي فليب فلوب.
ممكن دي فليب فلوب وممكن دي فليب فلوب. المهم انك بتايه بتحط الستيتس بتاعتك وانت بتقول عايز تروح 000 ل001 ل002، وبعد كده تشوف انت عايز تقسم امتى. فاول ما يوصل للرقم ده تروح مايه مصفر كله وتبدا من اول جديد يعني. anyway طبعا في تكنيكس تانية بقى اللي هي بنسميها البري سكيلرز دي، الدوال مودولس، ان انت تقدر تقسم باي 2 ولا تقسم باي 3 عن طريق ان انت بيكون عندك في الفيدباك بتاعك يكون في اكسترنال كنترول. الاكسترنال كنترول ده يقدر ايه يكون ب1 يا اما يكون ب0. لو ب1 يبقى انت تقسم باي 2، لو ب0 مثلا هيقسم باي 3، لو ب0 هيقسم باي 3، لو ب1 هيقسم باي 2. وبالتالي ممكن لو حطيت ده فولد باي 1 بيقسم ب4 يبقى انت تقدر تعمل انك تقسم ب8 او تقسم ب12 يعني، وهكذا. اوكي فدي ممكن حاجات تعملها. طبعا ده تكنيك تاني هنا بيقسم ب3 او ب4، واللي وراه بيقسم ب4 فبقيت بتقسم ب12 سوري بقيت بتقسم ب 15 او 16. 15 او 16 دي بتعملها ازاي؟ انك بتشغل 3 سايكلز وانت شغال بالثلاثه، و3 سايكل وانت شغال، وواحد سايكل وانت شغال باربعه، يبقى انت كده افكتيفلي شغال بايه؟ بثلاثه وثلاث ارباع. ماشي؟ فانت تقدر تظبط الكلام ده يديك ايه؟ سايكلز 15 او سايكل 16 على حسب انت بتفتح الثلاثه كم مره وبتقفل بتفتح الاربعه كم مره. ماشي؟ ودي طبعا التكنيكس اللي ممكن نستخدمها لو احنا عايزين نقسم باي فراكشن، ولو عايزين نعمل حاجه بنسميها فراكشنال بي ال الز اللي احنا قلنا بيوند السكيل بتاعنا. ماشي؟ فممكن تقسم باي 3 وانس وتقسم باي 4 3 تايمز فيديك ايه 15، او تقسم باي 4 على طول وتقسم باي 4 على طول يديك ايه يديك 16. جميل. اوكي ده كان البي ال ال. اي سؤال في البي ال ال؟ بي ال ال في كبسوله. ماشي. دي ال ال في كبسوله. كمان عندنا دي ال ال زي ما انتم شايفين كده، الفرق بين الدي ال ال والبي ال ال هو ان احنا بدل ما بيكون عندنا في سي او بيكون عندنا حاجه اسمها فولتج كنترولد ديلي لاين. الفرق بين الفولتج كنترول ديلي لاين والفي سي او زي ما انتم شايفين هو نفس الفي سي او بتاعنا بالظبط، بس بدل الفيدباك ما بقاش فيه فيدباك. اوكي احنا حاطين الرينج ستيجز بتاعتنا عاديه خالص، الانبوت بيخرج الاوتبوت بيخرج من ايه بطيء من عنده شويه بسيرتن ديلي. الديلي ده كنترولابل عن طريق الفي كنترول اللي احنا كنا لسه شايفينه من شويه. فدلوقتي بقى عندنا ايه الدلتا تي بتاعتنا اللي هو الديلي اللي بيحصل هو عباره عن الكي في سي دي ال اللي هو الديلي بتاع الكي في سي دي ال بتاعنا مضروب في الفي كنترول از فانكشن اوف تايم، او ان الفيز بتاعنا يبقى الكي دي ال. طبعا هنا ده هيكون سكندز بير فولت وده هيكون راديانس بير فولت في الفي كنترول. فممكن تقول ان ده هيديك دلتا فيز او يديك ايه دلتا تايم، والفرق طبعا بين الفيز والتايم هي التي ريفرنس على الاي تي باي او التو باي على التنين تي ريفرنس، ده الريشيو بين الاثنين يعني. اوكي فبقى احنا عندنا الفرق ما بيننا ما بين الدي ال ال والفي سي دي ال فرق بسيط جدا، انك هتشيل البي ال ال وتحط هتشيل الفي سي او وتحط مكانه في سي دي ال. بيجي لنا تو تايبس اوف دي ال ال زي ما كان في تو تايبس اوف بي ال ال. عندنا حاجه اسمها تايب 1 وحاجه اسمها تايب 2، بس الفرق هنا جوهري ما بين تايب 1 وتايب 2 مش فرق بسيط زي ما كان موجود قبل كده في ال PLL عن طريق انك تزود 1 integrator. الفرق زي ما انتم شايفين كده ما بين ال PLL وال DLL سوري ما بين type 1 و type 2 ان type 1 ال reference داخل على الفيس comparator وهو برضو اللي داخل على ال V control line. تمام؟ يبقى ده كده كانه بيديك ايه؟ بيديك certain delay لل reference بتاعك اللي انت مدخله. اوكي؟ لكن ال type 2 بيبقى داخل ال reference على الفيس comparator بس، وعندك clock تانيه هي داخله على الايه؟ على الفولتج كنترول لاين، وانت عايز تعمل ريليشن ما بين الكلوك دي وما بين الريفرنس بتاعك بسيرتن ديلي. فطبعا الكلوز لوب ريسبونس هيكون كومبليتلي ديفرنت ما بين تايب 1 وتايب 2، لان هنا في سلكه زياده موجوده في تايب 1 ما كانتش موجوده في تايب 2. اوكي تايب 1 ده از مور بوبولار تايب اوف ايه اوف دي ال ال يوزد ان مالتي فيس كلوك جنريشن. يبقى انت مدخل لك ريفرنس تطلع منه فيزز كتيره. ماشي هاي فريكوانسي ريفرنس نويز شوز اب ان ذا اوتبوت، عندك النويز اللي بقى جاي من الريفرنس ده بيطلع لك في الاوتبوت على طول. لكن اللي احنا عندنا اللي بنستخدمه في الايه في الكلوك اند داتا ريكفري هو الراجل ده، نتيجه ان انت عايز عندك الكلوك موجوده وانت عايز الكلوك دي تبقى فيها سيرتن فيز ريليشن شيب مع سيرتن ريفرنس، يبقى انت هتعمل الايه ده الشكل اللي احنا بنعمله. اوكي ده الشكل الاكثر استخداما في الدي ال ال في الوايل لاين كوميونيكيشن. ماشي بس ده الشكل المعتاد لو انت عايز تعمل مالتي فيز جنريشن. من ضمن الحاجات اللي شفناها الاسبوع اللي فات اعتقد او اللي قبله ان احنا كنا بندخل سيرتن فريكوانسي ونطلع منها اربعه فيزز بنفس الريليشن، فده في الحاله دي هتضطر انك تستخدم تايب 1 مش تايب. اوكي
طبعا تايب 2 بقى بالنسبه لنا اللي هو هيكون في عندك فريكوانسي هنا، وهيكون في هنا عندك الداتا هي المستخدمه كريفرنس، وانت عايز تعمل علاقه ما بين الايه، ما بين الكلوك بتاعتك وما بين الداتا اللي موجوده. عشان كده هو ده المستخدم في الكلوك اند داتا ريكفري. اي سؤال هنا؟ جميل. طيب يبقى احنا كده لو حبينا بقى نعمل الايه الكونتينوس تايم موديل بالذات لتايب 2 مش لتايب 1، لان تايب 1 زي ما اتفقنا في علاقه بين الفاي ريفرنس وما بين الاب. فالتايب 2 هيبقى زيه زي البي ال ال عادي خالص. اوكي، كل الفرق ان احنا هنشيل بس الايه الديفايدر هنا، وبدل ما ده هيبقى كي في سي او على اس هيبقى كي دي ال على طول. ماشي، وبرده هيبقى ايه عندنا الموديل بتاعنا اكيوريت از لونج از ان الباندويث اصغر من الافر اف ريفرنس على 10، وهيبقى عندنا نفس الايه نفس العلاقات اللي كانت موجوده في الايه في البي ال ال، ان الاوبن لوب هيبقى كي بي دي في الكي دي ال في الاف اوف اس، والاي فاي هيساوي الكلام ده كله. ماشي، فالتايب 2 دي ال ال نقدر نقول ان هو بالظبط زي الايه زي البي ال ال في الاناليسيس بتاعته في كل حاجه، بس الفرق ان ما عندناش الان ما عندناش الديفايدر، وكمان عندنا الكي دي ال بتاعتنا ما فيهاش واحد على اس، which means ان احنا في عندنا 1 بول اقل في الدي ال ال مقارنه بمين؟ 1 بول اقل في الدي ال ال مقارنه بمين؟ البي ال ال. يعني يبقى دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه كويسه ولا وحشه؟ 1 بول اقل والله نزلت ما هو 1 بول اقل دي يعني استابيليتي هتبقى احسن ولا ايه؟ احنا نقدر نقول ان احنا عندنا الاستابيليتي بتاعتنا بتبقى احسن بكتير في الدي ال ال مقارنه بالبي ال. خلاص، طبعا الاف اس تيبيكال يعني انتجريتور، وهنا هنستخدم بقى بنتكلم تايب 2 شارج بامب دي ال ال، يبقى انت هتاخد بقى نفس الشكل بتاع البي ال ال، هتحط ايه هتحط البي دي بتاعك وتحط الشارج بامب بتاعك، والفلتر هيبقى نفس الكلام يا اما ايه سي يا اما سي ار سي. طبعا احنا هناك لو فاكرين كنا بنحط سي وار، الار دي كنا بنحطها ليه؟ حد فاكر؟ الار عشان تدينا زيرو ولا ايه؟ تدينا زيرو فتدينا ستابيليتي، لكن انت دلوقتي ما انتش محتاج اصلا ايه؟ مش عندك زيرو زياده بول زياده، مش محتاج الزيرو زياده اصلا، انت ايه انكونديشنال ستيبل اساسا. اوكي؟ لكن لو انت عايز تروح بقى لسكند اوردر سيستم فانت هتضطر انك تحط ار وسي تاني بقى يديك ايه؟ يديك اكسترا بول بتاعك. فاحنا لو كان عندنا الشكل بتاعي، لو الفلتر بتاعي عباره عن واحد على اس سي اللي هي الكاباستور بتاعك، يبقى عندك الايه التي اوف اس بتاعتك هتطلع عباره عن كي اوف اس، والكي اي سي بي كي دي ال على 2 باي سي، وبالتالي نقدر نقول ان مفيش غير واحد على اس فانكونديشنال ستيبل. يبقى تايب 2 بي ال ال فيرست اوردر از انكونديشنال ستيبل، والكلوز لوب ريسبونس از ايه فيرست اوردر ريسبونس، ما فيهوش اي بيكينج وحاجه اخر عظمه، مفيش اي مشاكل. اوكي، تايب 2 فيرست اوردر دي ال ال از انكونديشنال ستيبل، ما فيهوش اي مشاكل واخر حلقه. طبعا لو حبينا نشوف النويز ترانسفير فانكشنز هيبقى نفس الكلام بقى، الشباب اللي هنا هيشوفوا اللو باس فلتر، والشباب اللي هنا هيشوفوا هاي باس فلتر، وعلى حسب انت عايز تعمل ايه. فالفي سي دي ال نويز از سبريسد باي هاي باس فلتر، يبقى انت محتاج وايد باندويث. طبعا هنا تقدر تجيب وايد باندويث من غير مشكله، بتيجي ان ما عندكش مشاكل استابيليتي. وهنا النويز از سبريسد باي لو باس فلتر، ومفيش جيتر بيكينج خالص زي ما موجود في الايه في الاشكال في في البي ال. اوكي، يبقى احنا عندنا تايب 2 فيرست اوردر بي ال ال جميل، اخر حاجه تجيب منه باندوتس كبير، تجيب منه كل اللي انت عايزه وحاجه. طبعا المشكله ان هيكون الرول اوف بتاعه مش حلو نتيجه ان انت فيرست اوردر، فالرول اوف بتاعه مش حلو. لو انت ده مش عاجبك وعايز تزود الرول اوف بتاعك اكتر، يبقى انت محتاج تزود انذر بول، ترجع تظبط الاستابيليتي واخيرا. لكن لو انت مكتفي بس وورد كاباستور والدنيا بيس وحلوه كده، يبقى انت ما عندكش مشكله خالص. طب دكتور معلش انا سؤال، اتفضل. او ايه الفرق بان انا استخدم بي ال ال او دي ال ال في حاله ان البي ال ال الديفايدر فيها بواحد؟ الفرق ما بين البي ال ال والدي ال ال، احنا في الاخر هنقارن ما بين البي ال ال والدي ال ال يعني. ماشي، تمام خلاص مستمع. مثلا ان جنرال يعني لو انت عندك الديفايدر بواحد ما تستخدمش بي ال ال اكيد يعني. ماشي، يعني هي ملهاش لازمه فعلا لو انا مش عايز ضعف الفريكوانسي يعني. لان طبعا مشاكل كبيره من ضمنها الجيتر اكيميليشن، هو في مشكله اساسيه الجيتر اكيميليشن جوه الفي سي او. تمام، في سي او ده نتيجه انك عامل قافل فيدباك على الرينج اوسيليتور بتاعك على الاوسيليتور بتاعك، فانت عندك اوريدي جيتر اكيميليشن موجود، ده بالاضافه لمشاكل الاستابيليتي اللي اتكلمنا فيها. اوكي، فلو انت مش عايز، لو انت عم تستخدم نفس الفريكوانسي، اي دونت ثينك ان انت بتستخدم فيه ال ال خالص.
مظبوط. طيب السكند اوردر بقى يبقى خلاص ما بقاش نوت ان كونديشنال ستيبل اني مور، بقى عندك الترانسفير فانكشن بالشكل ده، بقى في عندك اتنين بولز تحت اوكي، وبالتالي ان انت محتاج انك تظبط الايه الريسبونس بتاعك بطريقه ما يعني اوكي، يو هاف تو جارانتي الاستابيليتي بتاعتك بشكل ما اوكي. النويز ترانسفير فانكشن هنا بقى طبعا سكند اوردر سيستم، يعني ممكن يحصل عندك بيكينج ماشي، ممكن يحصل عندك بيكينج، طبعا الاتينويشن هيكون اعلى شويه من الايه من الشكل الثاني ماشي، نتيجه ان انت الرول اوف بتاعنا زي ما اتفقنا بقى اكبر اوكي، وكود انكريز برضو الفي سي دي ال نويز كونتريبيوشن. فانت يعني هي في ميزه وفي عيب، فالميزه اللي جت لنا ان احنا بقى في عندنا رول اوف اسرع، بس العيب ان ممكن يظهر عندك ايه بيكينج في الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، محتاج ان انت ايه تفكر فيها يعني عن طريق انك تزود الدامبنج فاكتور زي ما انت شايفين كده، يعني الرسمه هنا قال لك ان انت لازم تزود الدامبنج فاكتور اللي هي الدامبنج فاكتور ترانسفير فانكشن بتاعتك، فلازم تظبط النمبرز بتاعتك بحيث ان انت تبقى ايه الشكل الازرق ما يكونش الشكل الايه ما يكونش الشكل الاحمر عشان ما يحصلش عندك ايه جيتر بيكينج. تايب 1 بقى بي ال تايب 1 دي ال ال هو اللي قلنا زي ما اتفقنا الريفرنس بيدخل على الفي سي دي ال، فده بيكون الترانسفير فانكشن بتاعته مكلكعه شويه، ترانسفير فانكشن مكلكعه شويه نتيجه ان في عندك الخط الزياده ده اوكي. بقى في بيبر عملت الترانسفير فانكشن بتاعه الراجل ده، بس بدل ما تعملها بالايه بالكونتينوس تايم دومين عملتها بالديسكريت تايم دومين اوكي، وطلع الترانسفير فانكشن بالشكل ده الشكل اللطيف اللي قدامكم، واللوب ريسبونس طلع بالشكل ده، وبالتالي لو حطيت كمان الايه الفلتر ريسبونس بتاعنا استنى كده the loop transfer function the closed loop transfer function هنا بس بنعوض بس بمعادلة الايه بمعادلة ال f of z بتاعتنا، فيطلع لك الايه الاشكال اللطيفة دي اوكي. الاشكال اللطيفه دي هتعبر عن ايه بقى؟ هتعبر ان انت عندك الترانسفير فانكشن ما بين الايه ما بين الاي فاي والاوميجا حاجه بالشكل ده ماشي، والبيكنج بتاعتك هو 20 لوج 10 2 بلس الفا على 2 ماينس الفا، والالفا اللي هي كانت موجوده هنا في الترانسفير فانكشن بتاعك جبتها من ايه ان انت بتاخد اللي هي 1 زائد كي تي ريفرنس، دي الالفا بتاعتك سوري الكي تي ريفرنس هي الالفا بتاعتك اوكي. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك بيكينج على طول، معناه ان الايه ان النويز اللي جالك من الريفرنس هيحصل له جيتر بيكينج على طول، يبقى نويز اون ذا ريفرنس دازنت سي لو باس فلتر، مش زي الايه مش زي الاشكال اللي فاتت كانوا بتشوف لو باس فلتر، وده جاي نتيجه السكه اللي طالعاها من ايه من الانبوت للاوتبوت على طول، انت عندك ايه شورت سيركت باث كده ما بين الانبوت والاوتبوت للريفرنس نويز بتاعك، فده كله طالع لك في الاوتبوت عندك. معلش يا دكتور مش فاهم امبليفيكيشن يعني ولا ايه؟ مش فاهم ايه كده شايف امبليفيكيشن بقى The reference noise is actually significantly amplified. ماشي يا دكتور، هو زد ماينس 1 دي كانت جايه من ايه اللي في الباس بقى اللي بره؟ هي زد ماينس 1 دي ليها علاقه بالديسكريت تايم موديل، يعني ان انت عندك الراجل ده ان الفيدباك اللي راجع ده از 1 بيت ديليد عنده. تمام اوكي ماشي. فهي الخلاصة القول يعني ان انت بيبقى في عندك ايه هنا بيكمل بقيه الحاجات يعني other noise transfer، فانت عندك النويز اللي موجود هنا ده بيحصل له بيكينج، لكن الباقي بقى بيشوف الحاجات العاديه يعني الكي دي الفي سي دي ال بيشوف هاي باس فلتر، والفيز ديتكتور بيشوف لو باس فلتر، فالباقي بيشوف حاجات عاديه زي ما احنا متعودين، بس المشكله بس الريفرنس نويز بيحصل له جيتر بيكينج كبير. Conclusion: Stability. DLLs are more stable and hence easier to design. DLLs can be designed with higher bandwidths, وبالتالي نقدر إن إحنا نعملها إنها تكنسل الـ supply noise أسهل. الرسمة دي بيوريك DLL PLL bandwidths 20 MHz PLL bandwidths 5 MHz. فزي ما شايفين كده الإيه ده الفيز إيرور اللي جاي بس من الـ supply noise. فطبعاً إيه نتيجة الـ DLL إيه الدنيا أحسن بكتير نتيجة إن إحنا قدرنا نعمله بباندويتس كبير يقدر يأتينويت اللي سبلاي نويز بسهولة. لو عندك سبلاي نويز كبير برضه يبقى الـ DLL is a good choice.
The VCDL doesn't accumulate jitter unlike the VCO. The VCDL actually accumulates noise within one period. بعد كده بتنتهي period يعمل لك cleaning ويبدأ من أول جديد. So DLLs have lower phase noise and or jitter due to circuit noise. ماشي؟ يبقى circuit noise اللي جاي لك في الـ PLL أكتر من الـ DLL. ماشي؟ الريفرنس نويز بقى دي ال الز بارتيكولرلي تايب 1 هاف هاير جيتر بيك. يبقى انت الريفرنس نويز بالنسبه للايه بالنسبه للدي ال ال اوحش من الايه من البي ال. لو الريفرنس نويز عندك مشكله لو استخدمت الدي ال ال سبيشالي لو استخدمت اللي هو تايب 1 هيكون عندك. اوكي يبقى احنا عندنا لو الاستابيليتي ان ايشو هنروح للدي ال ال, لو سيركت نويز ان ايشو هنروح للدي ال ال, لو الريفرنس نويز مشكله هنروح للايه هنروح للبي ال. طبعا لو انت عايز تعمل كلوك جنريشن اصلا او ما عندكش اصلا مصدر للكلوك فانت كده كده مضطر تستخدم بي ال ال اني واي. الدي ال ال ليه استخداماته عندنا زي ما شفناها قبل كده, نعمل ليها مالتيبل فيز جنريشن يعمل لنا فيز ريكفري ماشي, لكن هو محتاج مصدر للكلوك من الاول يعني. اسئله يا دكتور, الاناليسز اللي فاتت دي كانت لمعيش تايب 1 ولا تايب 2؟ اللي هي بالزد دي التايب 1. لو حد طيب منكم لو حد هو لو حد قال لي تايب 1 بالاس دومين يا ريت يجيبها. ما هو واحد ما زد ونيتف 1 باس وخلاص يا دكتور. ماشي حول لي كده الزد ترانسفورم للاس ترانسفورم بالباي لينير ترانسفورم وطلع لي الاكسبريشنز الجديده. تمام لطيفه يعني, بدل ما احنا شغالين اس على طول نحاول كلنا نشتغل اس يعني. او استنتج لنا بقى كريم. هي مش عارف, هي اللي انا اعرفه ان 1 ناقص زد بار نيجاتيف 1 بيخلوها باس ده ولا ايه؟ 1 ماينس اس زد ماينس 1 كلها بيخلوها باس؟ اه لا ما اظنش. لا ما هو اصل 1 اصل 1 على 1 ناقص زد بار نيجاتيف 1 دي عباره عن انتجريتور, فهو بيقول لك لو انت شغال عند سامبلنج فريكوانسي عند باندويث اقل بكتير من السامبلنج فريكوانسي يعني بيقول لك ساعتها ممكن تعتبرها باس يعني اتقلت حتت كتير يعني. الباي لينير ترانسفورم ده كان ايه؟ ما هو الباي لينير ترانسفورم هيديك نفس الاجابه بس لو حطيت بقى ان الفريكوانسي اصغر بكتير من الايه من الاف ريف او من الاف سامبلنج هنا يعني اللي هتبقى اف ريف. احاول افتكر بس الاكسبريشن بتاع الباي لينير ترانسفورم اللي بقالي كتير ما انت باي لينير ترانسفورم بنشيل الواحد على اس ونحط ايه. انا مش فاكره بصراحه. بنشيل مش فاكره برضه, محتاجين ندور عليه. يا دكتور هي ممكن تتمشي بطريقه تانية يعني ان انت عندك الزد باور نيجاتيف 1 دي هي في الاخر اكنها لو جينا نحطها يعني في اس دومين تبقى اي باور نيجاتيف اس في تي ريف صح, او اللي هي تبقى تي سامبلنج فساعتها الواحد ناقص اي باور مش عارف ايه دي ممكن يعني لو افترضنا يعني ان الاس اصغر بكتير من التي او حاجه كده يعني او واحد على تي قصدي فبنفكها بتيلور يعني فبتديك في الاخر اس يعني ما علينا او بتديك اس على تي ريف حاجه كده تجي نراجع. زد بيساوي اي تو ذا باور اس تي وبالتالي زد بيساوي 1 زائد اس تي على 2 على 1 ماينس اس تي على 2 باي لينير ترانسفورم تشيل 2 على تي وزد ماينس 1 على زد بلس 1 وتحط اس علي. anyway محتاجين حد كده يعملها لنا في يوم من الايام. طيب كده خلصنا المنهج واعتقد اتفقنا على الديدلاين بتاع المشروع يوم 30 صح؟ تمام ان شاء الله. وايه تاني؟ عايزين امتحان في الحنين بقى دكتور عشان كورونا. لو في امتحان اصلا بقى عشان في امتحان وبعدين بيقول لك الامتحان ساعتين الامتحان ساعتين بس اصلا عايزين امتحان من المنهج يعني. لو ما فيش اساءه ادب يعني انت مش بصيت على الامتحانات ولقيتها من المنهج كلها؟ من بره كده شكلها من المنهج بس انا ما دخلتش ان ديتيلز الصراحه. طيب وبقيت الناس بصت على الامتحانات؟ لا لسه الصراحه دي نظره كده انا كمان ما مسكتش القلم وحليت يعني الكلام بيختلف يعني. امسكوا بقى القلم وحلوا وقولوا لي. ماشي شباب كل سنه وانتم طيبين و keep safe. خلوا بالكم من الكورونا. شكرا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم.